صباح الخير يا ست الناس. صباح النور. الفطور جاهز. ايه ده؟ فين الفطيرة؟ الفطيرة هتاجي من الفرن عشان تبقى مهوجة. طب يا رب تاجي قوام، الكبير هيندل دلوك. اها. صباح الخير يا كبير. وطي صوتك يا هتيري. ما بقيناش لحالنا. بقي لنا الجيري، وجيري ما تصرش كمان. بقى كده يا توماس؟ هو ده رد الجميل؟ ده انت طلعت شاب جدي. مش كان زمانك مرمي دلوقتي في القسم مع القتال والحراميين؟ والله يا فزاع شكلي هديك باللي في رجلي. طيب انا عملت ايه طه؟ يا عم طير طير. تليفون واحد لل 911 هينفخوك في سنتي. بقول لك ايه يا فزاع؟ املي جنابك. اخبط راسك فضخ الحيطه. ولا طينت قلت حاجه يا كبير، ما انا خشمي مسوجره. ها بس منك ليه؟ بلاش لعب العيال الصغيرين ده. انت هتعلي حسك عليا يا مجنون انت؟ لا يا كبير لا، ده اللي بكلم الغفر اللي بره المتنحين دول. امشي اطلع بره يا هتير. هتطردني من الجنه؟ انا رايح للناس الطيبين دول. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ايه هدرس، عملت ايه مع الناس بتوع المسرح؟ طب جريت، روح دلوقتي بقى على المطبعة عشان تجيب البوسترز. اوكي باي. واندرفول. طيب المغنية جاية امتى؟ بعد بكرة. فرصة ريه ومرسح ايه؟ انا مش فاهم حاجة يا بيه. افهمك يا انكل جابو، احنا عاملين الحفلة دي بمناسبة ان جوني بقى النيو عمدة، واخترنا نيكول سابا عشان تيجي تغني فيها. بس نيكول سابا؟ نيكول سابا انت تعرفها؟ ومين في مصر ما يعرفش نيكول سابا؟ شفت يا جوني، مش قلتلك هنا بيحبوها جامد؟ بس برضو اي ثينك لو كنا جبنا يعني إلتون جون كان عمل شغل هنا دماغهم كده. طب والست نيكول يعني لما تيجي هتبيت فين؟ هصادفها عندي هنا طبعا 3 ايام قبل الحفله. لا ده عندها هناك. المسخره دي ما هتعتبش الدوار الكبير كان واصل. حاسب ده نصي اوعى تعديه. وحياة أغلى حاجة عندك يا كبير، ده نكون سبا دي عسولة قوي. لا يعني لا، مش من حقك يا كبير، أنا العمدة دلوقتي ودي أملاكي يعني ما يخصكش. لا يخصني، والكبير قوي لو كان عايز كان طربقها فوق دماغك. بقول لجنابك إيه، ما تتسرعش يا كبير، بيقول هون اللي هقول لك وليه. وعي جنابك، ناكل سبا دي تبقى مين؟ تبقى مين؟ عارف المطربة اللي جنابك بتزوم أول ما تشوفها؟ نهون فيهم اللي حتقول يشغلني بيك وهواك بعدي معاك بتاعت الفيلم عادل امام تجربه الدنماركيه انيتا جوتنبرج. باه اللي راحت مجلس الوزراء بنفس الغزير بشحمه ولحمه. اموت انا واعيد السنه. بتقولوا ايه؟ مفيش، بقول ان المسخره دي لا يمكن تدخل الدوار هنا ابدا. ورحمه ابوك يا كبير توافق. لا عشان خطري يا كبير. جزره وقطر ما جحش. ويلكم نيكو، نورت المزاريطة. دي قلعة الكبير قوي ماي فادر، دي صوره اللي فوق السلم هناك، دي صوره الاثنين. هنا بيسموه دوار العمودية، يو نو سمثينج لايك الوايت هاوس.
اوكي نيكول، بشوفك بكره في البروفا. اوكي باي باي. باي. ايوه يا جوني، بس انت يعني شكلك تو كول على العمده اللي بنشوفه في الافلام. ثانك يو سويتي. ثانك يو نيكول. نيكول حلوه العلبه ده يا ربي. نيكول انا طبعك ده وبحبك ده وبحب اعيش وما عندي ايش غيرك ده. نيكول انا بحبك قوي، معلش انا فرحه ما سيعنيش، المصريه كلها منوره حبيبتي. ميرسي منوره باهلا. حياه النبي تبقي تاجي عندنا عشان نتانسوا بيكي. طب ما انا عندكم اهو. هو انتوا عندكم تاني؟ لا انا ما قصديش هنا، انا قصدي هناك. هنا النص بتاع سجوني، هناك النص بتاع الكبير قوي. يا مري تعمل ايه عندك يا بلغه؟ حقك عليا يا كبير. بلغه؟ ايه بلغه ده اسمها؟ اسمها ايه؟ لا بلغه دي حاجه بتلبس في الرجل، لايك شبشب وبقاب، يو نو. وبقاب؟ او ماي جاد، جوني ده يعني كده بيشتمها؟ بيشتمها ايه ده؟ كده بيدلعها. طريقه جديده للدلع، مش عاطله الفكره. انسي انسي الموضوع ده، هبقى فاهمه لك بكره. المهم دلوقتي لازم تطلعي تنامي عشان بكره الصبح تصحي فريش. طيب فهمنا، بس انه هلا ما خبرتني، بدي اعرف السكادجول كله لحد نهار الحفله. اوكي. بروجرام النهارده هتاخدي راحه عشان اكيد انت تعبانه من المشوار. بكره الصبح هنروح المسرح اللي هيتعمل عليه الكونسرت عشان لو ليكي اي كومنتس تتعمل. خلاص كده كمان روجي يجي وتتفقوا كده تظبطوا الحاجات اللي انتوا عاوزينها مع بعض. اوكي. بعد كده هنعمل لايك اورينتال لانش، بعديها هنعمل تور في القريه عشان تتعرفي على. ايوه الشبكه واقعه واقعه خالص. بوه انت دك جابت هنا. السلام عليكم. اهلا جوني. مين هيدا الزلمه؟ هيدا الزلمه للاسف خيي. خيك؟ وليش هو منه العمده؟ شكله كتير حمش. بليز كمل. بالليل. ايوه يا حامد يا ابو قلب جامد. ايوه فين يا عمي؟ مش تبقى تيجي؟ احنا قاعدين وحشنا قوي قوي قوي. مسكوك كفاره. باه الو. ايوه كمل كمل. بالليل هنروح الساقيه. بصي المنظر من هناك هيبقى بجد اميزنج. هناك ممكن نصح. انت فين يا جحش؟ امر جنابك انا هنا يا كبير. لا ده كده استهبال بقى. لو سمحت يا كبير خليك في نصك. نصي؟ داني افلكك نصين يا هتير انت وعلقك في الذبيحه. وده لا مؤاخذه شغلتي. يا منوره ونورك ملعلط. ميرسي يا قلبي كلك ذوق. غريب بس كتير مهضوم. ده حيوان قوي 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 عن جد بعقد. يا كبير صباح الخير. صباح الكنافة بالقشطة اللي عم تنقط عصلك دي. بقول لك ايه؟ ما تاجي تعلمنا قوس؟ ده احنا هنقوس ونقوس ونقوس. شو حميش نازلة؟ استنيكول استنيكول. صباح الفل يا استنيكول. بوجور كيفي؟ الحمد لله. على فين الصبح بدري كده؟ كنت طالعة شم شوية هوا. قليلة في شيء؟ لا أنا كنت بطمن يعني تكوني عايزة حاجة كده ولا كده. لا مرتي حبيبتي، بس عوز شي رح قلك. طب أنا كنت عايزة أسألك سؤال. اسألي. إيه إحساسك وانت واقفة قدام الأستاذ عادل إمام؟ كان بيشبه إحساسك أنت واقفة قدامي هلا. طب سؤال صغير كمان قول. هو شعرك أصفر كده طبيعي ولا أنت حاطة له حاجة؟ هي سر المهنة. طب معلش أصلا زي ما أنت شايفة كده أنا شعري مجعد ونفسي أسبسبه أبو زيك كده، بتعمليه كيف؟ حبكت هلأ هدية بعدين بقلك. بعدين ماشي. بوجورك يا كبير. أهلا 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 أهلا. كيفك اليوم؟ منيح.
قولي لي، عرفتي تنعسي ولا الناموس يعملها معاكي؟ لا ما تخاف، عملت حسابي. ليك قلي انت هيك معود طوعك اليوم تضرب نار؟ امال لما يكون بالي رايق اضرب لي قد 600 700 عيار قديح على خيار الريق. دخيلها ضمتك. طب ليك في جريب؟ فيكي طبعا، بس انا خايف عليكي اصلا تقيله قوي. لا ما تخاف علي، ولا انت بخله؟ احنا بخله، ده احنا اهل كرم كله، بس يعني انا خايف تعوري حد كده ولا كده ولا تعوري فداكي يا زلبي. اف لك شو تقيله؟ ما قلت لك. شوف تذكري لما اخذه الدبسه في كتفك كده هيك هيك وتاخدي نفس عميق هيك هيك وتحطي سن طرف نملة الدبانة تحت أسفل منتصف الهدف. عنك أنت يا كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال يا حبيبتي علمك أنا، ما يعلم الحرمة اللي حرمة زيها. هاتي بوجور، حط السلاح قده يا زلبيه، وبعدين تنشني بعينيك الحلوين دول وتضرب بصباعك الطري ده هيك هيك يا اختي. يوه انا زهقت من الاكل ده. ايه ده؟ على فكره انا تعبت جدا عشان اعرف يور فيفر. انا باكل من الاكل ده كل يوم، انما انا هنا جايه الصعيد فنفسي اكل الاكل بتاعكم، يعني شويه فول، جبنه، فطير مشلتت. انت الفطير المشلتت يا بنت. على فكره الاكل الصعيدي كله دسم وفاتس وبيجيب جناب. وفيها ايه؟ مش هما بياكلوا منه؟ هات الفول المدمس. انا هروح اكل معاهم. اه بلاش بلاش، هيحرجك وهيطردك يبقى شكلك وحش. وانت مالك يا فزاع الجحش؟ بتخلي الناس على راحتها يا اخي. يا دي الهم، هو انا عتبت نواحيهم واصل؟ استاذن انا. طب بليز بسرعه يعني نقنق. ايه بقولك يا كبير، ممكن افطر معاكو؟ ده انت تأنسي وتنوري. طباب. ايه ده؟ مفتجي. شو هاي؟ مين ديش عندينا؟ وده يبقى المين مش. تاني راجل تاني راجل. توقدي هم كتير حار. يعني زينة ولا عفشة؟ يعني كتير سبايسي. يعني زينة ولا عفشة؟ طيب منيحة. بالسم الهاري. تعطيني بعد خبر؟ علي اتفضل يا حبيبتي. مرسي. اي هو يا هدي هو يا هدي، في حاجة دخلت جواني. اسم الله عليكي. انفخلي فيها انفخلي فيها. اسم الله عليكي اجيب حكيم. حكيم يهدي اوعك ده. تعالي يا حبيبتي انفخها لك انا. عم اهلك بس. ها على مهلك يا بنت لبصيلها عينيها. ليه قاعد لوحدك؟ قلقت وانا نايم، قلت اطلع البلكونة اضرب لي حجرية. طب بدك فلو اتركك قاعد لحالك؟ قصدي يعني امشي واسيبك قاعد لوحدك؟ تمشي تمشي، ده انا ابعت اجيب عسل وبسبوسة وكنافة وزلبي. دخيلك مش قادر، ده انا من ساعة ما جيت وعمالة اكل واشرب لحد ما حسيت ان انا تخنت. تخنتي؟ تخنتي ايه؟ ده انت زي لهطة القشطة ولسه كمان لما تدخلي اكتر واكتر. ليك يا كبير، ما قلت لي شو بتشتغل؟ عندي طين وبرعية. شو هاي؟ عندي طين. اه مش هتفهميها انت. طين دي يعني ارض، عم بزرع ارض واقلع فيها وتاجر في المحصول. ما دوم. طب ليك خبرني. حكيني شوي عن حالك، هيك شو بتعمل بالويك اند؟ شو كيف بتحب تقضي وقت فراغك؟ يعني ما فيش حاجة محددة يعني. ما بتلعب برياضة؟ لا الرياضة دي كانت زمان، يعني واحنا صغيرين كنا بنغرقوا كلاب في الترعة وبالليل نصيدوا عقارب، ولما كبرت شوي بقيت بلعب كونغ فو.
طب ليك تسمع موسيقى؟ وفي حد يعني ما يسمعش مزيكا؟ ده غذاء الروح. دخيل روحك انا. ليك لمين بتحب تسمع؟ بسمع الست والاستاذ محمد رشدي ومايكل جاكسون لحد شريط دينجرس. والجداد دلوك الاستاذ عباس حموده ومحمد ابو لمونه وعلي جرموني وجاستن تمبرليك. طب وانا ما بتسمع لي؟ كيف يعني؟ ده انا طبعك ده واحبك ده ومن الاخر ما فيش اطعم منك ده. الغناوه دي اثرت فيا خالص. كيف يعني اثرت فيك؟ يعني عملت في نفسيتي شرخ وشرخ عميق. شرخ؟ انه ما فهمت يعني حبيتها ولا ما حبيتها؟ حبيتها قوي. عن جد انا انبسطت اني شفتك يا كبير. شفتيني انا؟ واحنا انبسطنا قوي 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 انك شرفتينا وشفناكي لايف. ميرسي. يا كبير هذا من الملذات. لازم نقوم دلوق. طب في اشرب من ارجيلتك؟ يا ريتني ارجيلي. عامل لك فسحة جامدة جدي. هنتفرج على كل الايجيبشن بيتس، الحمامير، الفرخات، البطاط، كل الايجيبشن بيتس. يا صباح القشطة. يا صباح العسل يا كبير. اللي هذا الحنطور تبعك؟ ايوه بس ممكن يبقى بتاعنا احنا التانيين. ما تقدري تاخدي لفة. عن جد عم تحكي؟ ايه ما ينفعش ما ينفعش، احنا عندنا حاجات هنعملها النهارده، هركبك اللي انت عايزاه. يلا. لا ينفع فيها ايه؟ يلا ما بتأخر عليكم، باي. بونجور. بونجور. لايف از لايف. لي 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 بردك لايف. امشي يا دي. على فكرة بقى هما 3 دقايق بالظبط، ولو ما رجعتش علشان احنا ما دي قلة أدب. لا ريلي ريلي قلة أدب. كل ده بياخدوا لفة؟ ليه بيلفوا إيه؟ طيب. بيلفوا إيه؟ معلش خلاص بقى أنا مال أنا جوني. جوني زي ما بيقولوا هنا الغايب حجته معاه. ده كلام فاضي، أنت بتقول أي كلام. يعني إيه؟ يعني زي مصير الحي يتلاقى، ما أكيد هيتلاقوا. إيه اللي بتقوله ده؟ جوني أنا قصدي يعني نستنى شوية. استنى. استنى.
انا خلاص رجلي خلاص. لا وانا مش قادر اصدق. انا جوني بيكهام العرب اللي اي بنت في الكون تتمنى تقول لي كلمتين وانا اللي بنفض وما بديش فيس اساسا يتنفض لي؟ ما صح انا يتنفض لي؟ ما ينفعش. بس يعني انا جوه. نستنى شويه جوه. ما شفتوش الكبير يا جماعه؟ ما شفناهوش. شفناه من 7 ساعات بره، خدني كل على الكاريت لفه ومن ساعتها اختفوا لحالهم. لا كان معاهم حصان ابيض. واضح انهم ارتاحوا لبعض قوي. رحله ما تنفخهم علشان احنا مع بعضينا والاول يا حلاوتكم. ما لسه بدري يا كبير، داير تتصرمح لي انت والسنيوره لنصاص الليالي. لمي نفسك يا هديه، انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ ايوه نسيت نفسي. ما هو لما تاجي العيوقه دي وتلف عليك عشان تخطفك مني يبقى لازم انسى نفسي. جرايه هديه في ايه؟ ما تهدي شويه. اقفلي خشمك. بقول لك ايه؟ بس ما عاوزش كنت الحديد جزر وقطع ما تحش. الكاوبوي دي هتبقى مرتي.